يقول زوجته أوصت ألا يصلي عليها، لا إمام ولا مأموم، هل أنفذ وصيتها؟ طيب انظر لماذا، يعني أعظم من الصلاة عليها أن تكون لها مظلمة، فانظر إذا كانت لها مظلمة عندك ادفع إليها المظلمة، لأن المظلمة التخلف عن أدائها أعظم من التخلف على عن الصلاة عليها. فانظر أولا، اسألها عن مظلمتها، إذا كانت لها مظلمة فأدي إليها مظلمتها، إذا لم تكن لها مظلمة فليس من حقها أن تمنعك من الصلاة عليها. نعم لها أن تقول يصلي علي كإمام أخي أو أبي أو ابن عمي، واحد من الذين شعرت بفضلها عليهم، والزوج كان دائم الضرب لها، لكن كنا تمنعك من الصلاة عليها مطلقا، ليس لأحد أن يمنع أحدا من الصلاة عليه، لكن الإمامة ممكن، أقصد مسلما.